خلينا نروح على الكاراتيه من الالعاب المهمه زي التنس الارضي، ما مهم في النادي الاهلي الكاراتيه، بس الكاراتيه الحقيقه مش مهمه في مصر بس، او مدرسه النادي الاهلي الكاراتيه مش مهمه في مصر بس، ولكن مهمه في العالم كله. طبعا النادي الاهلي عنده مدرسه خرجت يعني عظماء في هذه اللعبه، وكان اخرهم طبعا الميداليه الاولمبيه اللي حصلت عليها الدكتوره جانا فاروق لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر، وطبعا دكتور مهند مجدي بطل العالم وعضو مجلس اداره. عندنا حدث ولا حرج عن ابطال كتير. النادي الاهلي استقبل بعثه منتخب ماليزيا للكاراتيه في فرع مدينه نصر. النادي الاهلي استقبل يوم الاحد اللي فات بعثه منتخب ماليزيا للكاراتيه، وده استعدادا لاقامه ماتش ودي بين الطرفين. وكان في استقبال بعثه منتخب ماليزيا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ورحب بيهم في ظل العلاقات القويه بين النادي الاهلي وكل المؤسسات الرياضيه سواء داخل مصر او خارجها. ومن ناحيه ثانيه اكد كابتن تامر عبد الرؤوف المدير الفني او مدرب منتخب ماليزيا للكاراتيه سعادته بوجوده في النادي الاهلي، وقال ان المعسكر ده هيفيد منتخب ماليزيا بشكل كبير. ووجه الشكر للنادي الاهلي على استقبال الحافل، واكد ان الاهلي بيمتلك تاريخ كبير في اللعبه، وده هيفيد لاعبته وهيزود خبراتهم بشكل كبير في الفتره اللي جايه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم في الخبر، المدير الفني لمنتخب ماليزيا هو مصري كابتن تامر عبد الرؤوف، وده طبعا اكيد بيدل على الكاراتيه المصري او يعني اسم كبير على مستوى العالم عشان يستعينوا بمدير فني مصري لمنتخب ماليزيا. طبعا دكتور مراد عاصم زي ما حضراتكم شفتوا في الصوره اللي فاتت اهو موجود، اللي لابس نظاره ويرتدي قميص ابيض، ده الاب الروحي للكاراتيه في النادي الاهلي، وكان تولى مسؤوليه النشاط الرياضي يمكن عام او عامين، ولكن ده احد افضل يعني القيادات ويعني زي ما بيقولوا يعني المديرين الفنيين او المدربين الكبار في هذه اللعبه، واللي خرج لعيبه كبار جدا مش للنادي الاهلي فقط ولكن لمصر كلها. كل اكيد التمنيات ل يعني مدرسه، وطبعا ده منتخب ماليزيا زي ما حضراتكم شايفين اهو هو اللي في الصوره، واللي طبعا بيشارك في مباراه وديه مع الفريق في النادي الاهلي. اكيد حاجه جيده وحاجه ادت طبعا انطباع جيد جدا جدا عن الكاراتيه في النادي الاهلي. كده